أختي مشان الله حاولي تتذكري، حاولي تتذكري. طيب لوين أخذوكي؟ كم واحد كانوا؟ شو كانوا لابسين؟ تذكري أي شيء حنين؟ إيه سمعت واحد عم يقول للتاني يا زكوان. رح تعجبك كتير. ها وتنسونا الليلة بالخرطشة. زكوان زكوان ما عم بفهم يلي عم يصير فينا. كل شي صار صعب وبشع. عن جد ما عم بفهم أي شي عم بيصير. حاسي حالي بغير بلد، بغير دنيا. كل شي صار بشع وصعب. عن جد ما عم بفهم شي. لهالدرجة البني آدم صار رخيص. ألو رافع اسمعني منيح. أستاذ أنت شو عم تحكي؟ يا مدام أنا عم حطك بالصورة لنعرف نتصرف، لأنه القصة فيها سجن وسنين مو فترة بسيطة. يعني شو يعني؟ للأسف حل قانوني ما في، لأنه القصة فيها أرواح ناس، وفي منهم بالمشفى بحالة صعبة، وإذا لا سمح الله صار لحدا منهم شيء ساعتها رح نوقع بورطة أكبر. طيب أنا شو دخلني؟ شو أنا اللي عاملة لهون؟ لا بس أنت اشتريتي بدون ما يكون عليها ماركة مسجلة أو ترخيص من وزارة الصحة، وهذا الشيء أنت بتتحملي مسؤوليته، زائد انه طلعت شركة التوزيع اللي اعطيتينا اسمها ما له وجود بالاساس. نصبوا علي ولاد الكل. انت تمعطي بالربح يا مدام وما فكرتي باي احتمال تاني. طيب خلينا نحط اسوأ الاحتمالات، لا قدر الله يعني اذا حدا من الزباين اللي شربوا قهوة مات، انا شو بصير فيني؟ ساعتها ورطة كبيرة وما منها مهرب، بس هلا خلينا بالوضع الراهن وبلا ما نتشاق، واذا بدك نصيحتي حركي حدا واصل من معارفك، لأنه ما في مخرج غير هيك. هلأ بالإذن لأشوف شو بدي ساوي. تفضلي مدام. مور سيدي تاخذ صورة هذا الكلب زكوان بتنزل على وزارة الإعلام وبتخليهم ينشروا صورته على التلفزيون مع إعلان مكافأة مالية عن اللي بيخبر عنه أو بيجيبه حي أو ميت. بدي شوف الإعلان على الشاشة كل ساعة، مفهوم؟ سيدي عدم المؤاخذة، هيك إجراء بده موافقة، ما فينا نتصرف من عنا. ده شو الموافقة اللي بدي انطرها؟ مجرم داير عم يخطف ويغتصب ويعمل اللي بده إياه وعايش بيناتنا بشكل طبيعي، شو الموافقة اللي بدي انطرها؟ إنه يخطف ويقتل كمان؟ شوف رفيق أنا من هاللحظة ما عاد أنطر شي من حدا، بدي نفذ اللي براسي ولو كلفني هذا الشي حياتي ورتبتي. بدي زكوان هون، مفهوم؟ حاضر سيدي. يلا روح نفذ الأوامر. تؤمر سيدي. يا ماما حاج نحكي بهذا الموضوع، صار حاكين فيه مليون مرة. أنا برات البلد ماني طالعة وضياء خياري الوحيد، أنا بحبه وتعلقت فيه. يا ماما عايشة مثلي مثل هالعالم، يعني ما حدا بيروح ناقص عمر،
ايه بحبه. وبس نتفق اكيد رح احكي معك مشان تنزلي، لانه اهله رح يجوا يخطبوني، ما رح يجوا يخطبوني من حالي. ماما بعدين برجع بحكي معك، جاني تليفون ضروري. يلا باي. الو. اي حبيبي. ابو البراق الله يستر عرضك، هالخدمة بدي اياها منك، مالي غيرك يخدمني اياها. المعضلة ليست بالمبلغ، اخي بنخدمك، بس انت عم بتقول بدك زكوان بسرعة. وفي العجلة الندامة. بعدين انت عم بتقول عن هذا زكوان انه شي بلوي وابن حرام. والوصول لهيك زلمة بده تكتيك وتدبير وايد مفرودة. من هالناحية لا تهك الهم، شو بدك بيحضر؟ شو بدك انا جاهز؟ لك 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 شو لهالدرجة؟ وأكتر أبو البراق وأكتر. لك أنت بس جيب لي شحط من شعره وأنا بدي أشرب من دمه. لك. عم بحكي جد، ما عم بمزح. بعلمي كان صاحبك. بلا. شو عدا ما بدا؟ نايم على ديني وأنا ما حدا بيخرطشني بالمصاري. كسر عين القصة. بصير خير عمي، بصير خير. أهلين بابا. جو. أهلين عمو. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلين عمو. كنت بتمنى أنه أتعرف عليك بظروف أحسن. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تفضل ارتاحي شرفي. لا بابا، جوا جاي تشوف حنين تطمن عليها. اه ايه فيك الخير يا بنتي. اهلا وسهلا. يلا بالاسم. تفضلي. نايمة؟ إذا بدك حبيبي روح أنت على منومتك، أنا رح أبقى جنبك. لا تاكلها. بدك شي؟ دير بالك على حالك. الله معك. ماما شو هالحكي؟ بس فهميني انتي، شو دخلك؟ معقول؟ لك يروحوا يجيبوا الزلمة يلي معك القهوة المسمومة؟ ماما ردي علي مشان الله. القانون ما بيعرف هاد الحكي. اللي صار انه انا شربت الزباين قهوة مسمومة، يعني انا المجرمة اللي يثبت العكس. ايه؟ يعني شو الحل؟ ما في غير حل واحد. ابوكي. بابا؟ بعرف انه هو ناطر هذا اليوم لحتى يزلني من زمان، بس ما في قدامي حل تاني. ابوكي بعلاقاته ممكن يطلعني من هالورطه اللي انا فيها. طيب خلص، ترك الموضوع علي، انا بحكي معه بس ان شاء الله يمشي الحال. أنا راجعة أعيش عند بيت أهلي. الموت أرحم لي من العيشة بهالبيت. يلا ماشي.
سلام.